أجرت قناة النيل وقناة صدى البلد وجريدة الأهرام وغيرها من وسائل الإعلام المصرية مقابلة مع سفير الصين في القاهرة لياو لي تشيانغ بشأن منطقة سينجيانغ، وذلك مساء يوم السبت الماضي في القاهرة. أؤكد لهم أن الإجراءات التي اتخذتها الصين في السنوات الأخيرة بشينجيانغ تهدف إلى منع نشوء الإرهاب والتطرف بشكل جذري، وهؤلاء وجهوا اتهامات باطلة ليس لها أساس من الصحة. بعض الناس يستخدم نفس الأسلوب الخبيث والحقير الذي شوهوا به صورة مصر لتشويه صورة الصين. تنتمي كل من الصين ومصر إلى الدول النامية، ولديهما المسؤولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتتوقف الشائعات عند الرجل الحكيم، وأنا على ثقة تامة بأن الشعب المصري لديه القدرة على تمييز الأكاذيب من الحقائق.